الحاج سيدي الحاج فوزي رحمه الله رحمة واسعة، لأنه كان يحب المساكين الفقراء، يسمع في الحق ديالو. إنه أبو الحاج تم الله الناس كلشي ترحموا عليه برحمة واسعة. أبو الحاج الله يرحمه رحمة واسعة قضى هنا في المسجد قريبة 40 سنة. كلشي كيشدوا لله بالخير، كلشي الناس كتشدو لله بالخير. وتم الله يا ربي الناس كلشي ترحموا عليه. ومات يوم الجمعة يوم مبارك عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحم رحمة واسعة، اللهم ارحم وارحم رحمة واسعة جميع الناس اللي ماتوا. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. كان إمام وخطيب الجمعة في المسجد إبراهيم الخليل، لأنه قضى هنا كما قلت قريبة 40 سنة بالخطبة والإمامة والوعد والإرشاد. بسم الله، الله يرحمه، اللهم خير وارحمه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. شكرا. الخليل من 1975 حافظ القرآن على سن 14 سنة، كان كيتمنى يتوفى نهار الجمعة، والبارح ربي عطاه ربي واحد سكته قلبيه وفيقه وناض عاوتاني، وربي استجب ليه الدعاء وتوفى اليوم الجمعه. وحنا فرحانين الحمد لله، فرحانين ليه، والحمد لله حنا ولادو مرضيين معاه، دائما يرضي علينا. عمرو ما قالش لينا شي كلمه خايبه اللي تضرنا في خاطرنا. الله يرحمك ويسع عليك، الله يجدد عليك الرحمات ويجعل بقبرك روض من رياض الجنه. يا ارحم الراحمين. رجل كتاب، رجل ساكت، ما كي عمرو بيقول شي واحد شي كلمه اللي تضرو في خاطره ولا تمحنو ولا يخسر لشي واحد خاطره. عفيف، عز عليه الضعفاء، عز عليه كل شيء. الله يرحمه ويسع عليه الوالد ديالي، الله يرحمه ويسع عليه. الحمد لله، خير خلف لخير سلف. الله يرحمه ويسع عليه. الله يجعل لنا البركه في خونا، الحمد لله.